السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 2. لسه مستمرين إن شاء الله في جزء البروفيشنال اسكس. كنا بدأنا فيه المحاضرة اللي فاتت وأخدنا مقدمة عامة عن بارت الاسكس عموما، وبدأنا في أول سب يونت الخاصة بموضوع البزنس اسكس وخلصناها. في المقدمة اللي أخدناها المحاضرة اللي فاتت ديت بخصوص موضوع البروفيشنال اسكس بشكل عام، عرفنا إن الاي ام اي أصدر ستيتمنت اسمها ستيتمنت أوف إيثيكال بروفيشنال أو اي ام اي ستيتمنت أوف إيثيكال بروفيشنال، ودي بتنص على إيه بقى؟ بتنص على بعض البرنسبلز المبادئ والستاندردز المعايير اللي لازم يلتزم بيها المانجمنت أكونتنت وهو بيؤدي عمله، علشان يؤدي عمله بشكل أخلاقي كويس جدا، وكمان ما يشوهش سمعة المهنة ويحافظ على سمعة الإيه المهنة بتاعة الأكونتنج. النهاردة بقى دور في تاني سب يونت الخاصه بالاسكس فور مانجمنت اكاونتنت، علشان نناقش فيها الستيتمنت ديت او الاي ام اي ستيتمنت اوف بروفيشنال اسكس. الستيتمنت دي زي ما قلنا هيكون فيها بعض البرنسبلز المبادئ والستاندردز المعايير، لازم نحفظهم ونذاكرهم كويس جدا، لان احنا كمان هنتعرف على ازاي بيجي عليهم السؤال في الامتحان في الجزئيه ديت. مطلوب منك ان انت تبقى عارف الستاندرد والبرنسبل كويس، ومطلوب منك ان انت لما يواجهك اي مشكله او ايشيو معينه ايثيكال في الشغل تتعامل معاها ازاي، او ازاي تعمل ريكومنديشن او توصيات تحل المشكله دي ازاي. اتفقنا؟ يلا بينا نتوكل على الله ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي دي الجزئيه اللي اتكلمنا فيها المحاضره اللي فاتت الخاصه بالانترودكشن الخاصه بموضوع البروفيشنال اسكس، وكنا عرفنا فيها ان ايه بقى. بيقول لك اهو ذا اي ام اي ريكويرمنتس، المتطلبات الخاصه بالاي ام اي فور اول ممبرز لجميع اعضاء الاي ام اي ار ستيتد ان ايه بقى، منصوص عليها في حاجه اسمها اي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس. هي دي بقى اللي احنا هنبدا نتكلم عنها النهارده، علشان كده موضوعنا النهارده هيكون عن ايه، عن تاني سب يونت ديت الخاصه بموضوع الاي اسكس فور مانجمنت اكاونتنت. تعال بقى ايه نروح للسب يونت الثانيه دي ونشوف هنتكلم عن ايه. الراجل في الاول في تاني سب يونت اهو النهارده بيقول لك اسكس فور مانجمنت اكاونتنت، وهيبدا يتكلم عن الستيتمنت ديت الخاصه بالبروفيشنال اسكس. فالراجل بيقول لك اي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس، هي دي اللي اتكلمنا عنها وقلنا بتشمل مجموعه من الستاندرد ومجموعه من البرنسبلز. في البدايه هو بيقول لك ذا ستيتمنت اللي هي الستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال دي كونتين، بتحتوي على فور اوفر ريتشنج برنسبل، اربع مبادئ شامله. ايه هما؟ اونستي، فيرنس، اوبجكتيفيتي، ريسبونسابيلتي. وكمان ذا ستيتمنت اولسو كونتين فور سبيسيفيك ستاندرد، اربع معايير محدده، الكومبتنسي والكونفيدنشاليتي والانتجريتي والكريديبيلتي. يبقى اذا حضرتك عندك ايه؟ فور برنسبل، اربع مبادئ وفور ستاندرد. مبدئيا كده الاربع مبادئ دول ما فهمش شرح كتير، ليه؟ لان هم معروفين، الامانة، العدالة او الانصاف، الحيادية والموضوعية، وتحمل المسؤولية. بس كده حضرتك تتحلى بالاربعة دول وخلاص، ما فهمش كلام اكتر من كده. يعني ان شاء الله لما نروح للستيتمنت كده عندنا، بص الصفحة اللي جاية اهي، هنبدأ بقى نقرأ الستيتمنت ببساطة، مش هتكلم كتير عن البرنسبلز، هم يقولك الاربعة وخلاص على كده. اتفقنا؟ فدول اربع مبادئ خليهم عندك. انما بقى الفكرة كلها في الستاندردز، في المعايير بقى، لان دايما المعيار اهم من المبدأ، مش في الحياة العامة طبعا. في الشغل طبعا المبادئ شيء مهم، ولكن بتكلم هنا في الدراسة. لما اجي اقول لك عندك برنسبلز وعندك ستاندردز، فالستاندرد بيكون عندها قوة اكبر من الايه، من البرنسبل. حتى في المعايير المحاسبة بتاعتنا عندنا ستاندردز وعندنا برنسبل، تقدر تغير في البرنسبل ولكن ما تقدرش تغير في الايه، في الستاندرد. المهم تعال نشوف، ادي بقى الاربعة ستاندرد اهو. كومبتنسي، الكفاءة، لازم تتحلى بالكفاءة اللازمة لإتمام مهنتك. وكمان عندك الكونفيدنشاليتي، السرية، لازم حضرتك تلتزم بالسرية الخاصة بالمعلومات الهامة. انتجريتي، النزاهة، والكريديبيليتي، المصداقية. حلو كده؟ هنبدأ بقى ندردش دول في التفصيل، بس لما نروح للستيتمنت في الصفحة اللي جاية. لحد ما اروح لها بيقول لك ايه؟ ذا فاينل سيكشن، اخر سيكشن في الستيتمنت. خلي بالك هو هنا بيتكلم عن الستيتمنت اهو، فقال لك ان الستيتمنت فيها اربعه برنسبل واربعه ستاندرد، واخر جزء فيها بقى الفاينل سيكشن بتاعها خاص بموضوع ايه؟ ريزوليوشن اوف ايثيكال ايشيو، خاص بموضوع ان انت ازاي تحل مشاكل الايثيكال ايشيو اللي هتقابلك. فلو رحنا كده للستيتمنت دي، بص هتلاقي هيكلمك الاول عن البرنسبل والاربعه الستاندرد، وبعد ما يشرحهم ادي الجزء الاخير اهو، ريسولفينج ايثيكال ايشيو، ازاي تحل المشكله الاخلاقيه اللي هتقابلك دي. كويس كده؟ عرفنا كده محتوى الستيتمنت. نرجع بقى تاني، هتلاقي اهو برضو بيقول لك ان الجزء الاخير فيها الخاص بالريزوليوشن اوف ايثيكال ايشوز، ان انت تحل المشاكل الاخلاقيه اللي هتقابلك. قالك از سبيشالي سيجنيفيكانت، هو مهم بشكل خاص جدا، اند هاز بين تيستد اون ذا اكزام ميني تايمز، وبيجي في الامتحان كتير. اشمعنى بقى؟ ليه؟ لان هو بيتاكد من الجزء ده ان حضرتك فهمت اسكس خلاص، فتقدر تدي ريكومنديشن او تقدر تدي توصياتك نحل المشكله دي ازاي.
فبيقول لك one common question، السؤال الشائع اللي بيجي كتير في الامتحان في الحتة دي، ask بيسأل to whom an ethical challenge should be reported، التحدي الأخلاقي اللي بيقابلك ده to whom، إلى مين تقدم بيه ريبورت، يعني تبلغ مين لما تلاقي مشكلة. ده سؤال بيجي برضو كتير في الامتحان. كمان the IME has an ethics helpline، عامل خط ساخن للمساعدة اسمه الethics helpline for members، الأعضاء هو بقى ايه which to discuss، اللي عندهم الرغبة ان هم يتناقشوا في بعض المشاكل الأخلاقية دي اتصل على الرقم ده على طول. اتفقنا كده؟ كمان بيقول لك ايه بقى adherence to those provision، الالتزام بالاحكام ديت is ايه بقى integral، شيء اساسي جدا to achieve the objective of management accountant، يبقى اذا ده شيء اساسي عشان حضرتك تحقق اهداف المحاسبة الادارية. management accountants، المحاسبين الاداريين must not commit، ما ينفعش يرتكب اي act اي فعل contrary، معارض للستيتمنت اوف ايه الستيتمنت ديت، ما ينفعش حركة محاسب اداري تكوميت ترتكب اي فعل معارض ليها or condemn، تتغاضى عن اي commission، عن اي ارتكاب of such act by others، يعني حضرتك ما ترتكبش اي فعل يتعارض مع الستيتمنت دي ولا تتغاضى، condemn هنا يعني يتغاضى عن ارتكاب commission اي act اي فعل من الافعال ديت by others من الاخرين within the organization، فالمفروض حضرتك ما ترتكبش اي حاجة تعارض القائمة ديت ولا تشوف حد بيرتكب حاجة وتتغاضى غضب عنه. اتفقنا؟ طيب قبل بقى ما نخش في الاستيتمنت دي هنشوف حاجة مهمة قوي اسمها conflict of interest او تعارض المصالح. معناها ايه بقى الحتة دي؟ حتة مهمة قوي. الconflict of interest يا جماعة معناها ان حضرتك كموظف في مؤسسة معينة او في جهة معينة تبدأ تعمل شغل خاص يتعارض مع وظيفتك في الشركة. زي ايه مثلا؟ زي ان حضرتك مثلا تروح تفتح بيزنس جانبي بعد الشغل وتخلي البيزنس الجانبي بتاعك ده يورد منتجات للشركة، يبقى عميل عند الشركة او يبقى مورد عند الشركة، فحضرتك بموقعك في الشركة توجه المشتريات ان هي تشتري منه عشان تكسب انت مكاسب شخصية، ده اسمه تعارض مصالح. زي ان مثلا ان حضرتك كمدير في الشركة او حد ذو منصب مهم في الشركة تدي بعض الكونسلتانسي سيرفيس، بعض الخدمات الاستشارية لعملاء عند الشركة او موردين عند الشركة وتاخد منهم فلوس بشكل شخصي، ده كده اسمه تعارض ايه مصالح. هنتكلم عن الحتة دي لان هي بتمس اخلاقيات المهنة بشكل كبير. فالراجل اهو بيقول لك ايه one of the provisions، احد احكام او شروط الـ IME statement require، بتتطلب من الممبرز to mitigate actual، يعني mitigate actual يخفف الـ actual conflict of interest، فلو في conflict of interest actually فعليا يخففه and to avoid، وتتجنب الظاهر منه، to avoid apparent، يعني هو لو ظاهر تجنبه، لو actual وفعلي موجود وغصبا عن الكل في الحالة دي تعمل فيه ايه، تخففه على قد ما تقدر. A conflict of interest تعريفه ايه؟ قال لك ده conflict، تعارض between the personal، ما بين الشخص وما بين الofficial responsibilities، وما بين مسؤولياته الرسمية of a person in a position، عشان هو في موقع of trust، في موقع محل ثقة في الشركة، فده كده هيبقى تعارض ما بين البيرسونال الشخص بتاعه وما بين المسؤوليات بتاعته. التعارض ده sufficient، بيكون موجود بشكل كافي to affect، بما يؤثر على ايه بقى judgment، حكمه على الامور independency، استقلاليته or objectivity، حياديته in conducting، في تنفيذ ايه the affairs of the business، في تنفيذ شؤون البزنس. يبقى اذا ببساطة ال conflict of interest هو تعارض مصالح بيخلي المانجر اللي في موقع ثقة في الشركة ان هو يتأثر في حكمه واستقلاليته وحياديته في تنفيذ الامور في البزنس. كمان بيقولك اهو apparent conflict، التعارض ده لما بيكون ظاهر are situations، بيكون ايه عبارة عن موقف or relationship او علاقة that reasonably، بشكل معقول ومعقول جدا could appear، ان هي بقى ايه هتظهر to other parties، للاطراف الاخرى to involve conflict of interest، علشان في الحالة دي كده ده بقى اسمه apparent، بقى ظاهر ك conflict of interest، فده معناه ان هو ظاهر للاشخاص كلها انه هيحصل هنا conflict of interest او تعارض ايه في المصالح. اديني امثلة عليه كده عشان اقدر اصيغ الموضوع في دماغك. فبيقول لك example of conflict of interest includes the following، ايه الامثلة بقى؟ having substantial financial interest، يكون عندك منفعة جوهرية مالية عند supplier، مورد بيورد بضاعة الشركة، تكون انت شريكه مثلا او customer، عميل بيشتري من الشركة، او distributor، موزع، فحضرتك كمدير في الشركة يكون عندك الفاينانشال انترست دي عنده، فده تعارض في المصالح. ايه كمان؟
using privileged information. Privileged information يعني معلومات مميزة، حضرتك حصلت على معلومات مميزة gained from one's official position، حصلت عليها من الأوفيشال بوزيشن أو الإيه الموقع الرسمي بتاعك في المكان، to enter transaction خلتك تدخل في transaction for a personal gain. يعني مثلا حضرتك عرفت من موقعك في الشغل مثلا إن في سهم معين هيرفع في الفترة الجاية، تقوم حضرتك تروح تستغل المعلومات ديت وتسربها لحد أو أنت تروح تشتري الأسهم دي، ده كده اسمه تعارض مصالح. كمان مثال تاني، a manager مدير في الشركة providing paid consultancy service، بيعمل ايه؟ بيعمل خدمات استشارية paid مدفوعة الأجر للclients، للعملاء بتوع الشركة أو السبلاير موردين الشركة أو other business partner of the company أو أي حد partner للشركة، يعمل له خدمات استشارية وياخد في مقابلها فلوس، ده كده بيتعارض مع مصالحك في المكان. بس هي دي الفكرة بتاعت conflict of interest. طيب دلوقتي عايزين نمنعها نعمل ايه؟ فبيقول لك ادي ميثودز وطرق معينه فور كنترول، تعمل بيها رقابه على موضوع الكونفليكت اوف انترست ده، انكلود ذا فولوينج، عندك ست حاجات هم يساعدوك في ان انت تتخلص من موضوع الايه او تعمل كنترول، مش هقول لك تتخلص منه لان احنا زي ما اتعلمنا ان مفيش ريسك بيتلغي بنسبه 100% وان حضرتك اخرك تعمل ايه مانج للريسك او كنترول للريسك. تعال نشوف ايه الطرق اللي ممكن نعمل بيها كنترول على الموضوع ده. هتلاقي بالاول هو بيقول لك ايه providing a code of conduct، عايزين نعمل قانون للسلوك code of conduct ونعمل له provision او احكام او شروط، applying يطبق لموضوع conflict of interest، احنا هنعمل code of conduct في الشركة وننشره على الناس كلها. The code of conduct قانون السلوك ده او بتاع السلوك الاخلاقي ده should say that، ينص على ايه بقى؟ employees are to refrain، ان الموظفين لازم تمتنع from ايه بقى؟ engaging، ان هي ترتبط في any activity that would prejudice، يكون بقى ايه؟ يكون من شأنه ان يضر بالabilities to carry out their duty ethically. يعني ايه؟ يعني الموظفين لازم يمتنعوا عن الارتباط في اي activity would prejudice، من شأنه ان يضر بقدرتهم على تنفيذ الديوتيز بتاعتهم او الواجبات بتاعتهم بشكل ايثيكالي او اخلاقي. حلو، يبقى الخطوه الاولى عملنا كود اوف كونداكت ونشرناه للناس كلها. الخطوه الثانيه بقى، قال لك في الخطوه الثانيه require full financial disclosure by all manager، حضرتك تجيب المديرين في الشركه كلهم وتخليهم يعملوا financial disclosure عن الوضع المالي بتاعهم، عامل كده زي اقرار الذمه الماليه اللي بيقدموه للناس علشان يقول لك ممتلكاته ايه عند توليه المنصب عشان يشوف هل هو هيختلس ولا لا او هيعمل مصالح شخصيه من ورا البيزنس بعد كده ولا لا. كمان بيقول لك ايه require prior notification، حضرتك تعمل ايه اشعار سابق الى ايه بقى؟ لاني ترانزاكشن هتتم، يبقى اي ترانزاكشن هتتم الترانزاكشن دي يكون مشكوك في امرها ان فيها conflict of interest لازم تبلغ قبلها، فتعمل notification او اشعار barrier سابق لاتمام الترانزاكشن دي that may raise a question، اللي ممكن ينشأ عنها استفهام about ايه possible conflict of interest، فاي حاجة هتحس ان حد هيسألك على conflict of interest فيها قبل ما تنفذها بلغ عنها الاول او ادي اشعار بيها. The code اللي هو الكود اوف كوندكت اللي هنعمله فوق ده should say that، لازم ينص على ايه all parties should be notified، كل الاطراف اللي في الشركة المعنية بالامر should be notified، لازم تتبلغ of the potential conflict، من الكونفليكت المحتمل او التعارض المحتمل ده. ايه تاني؟ prohibit، تمنع اي financial ties، اي ترابطات مالية مع سبلاير او كاستمر او ديستريبيوتر، مش عايزين اي حاجات تربطنا بيهم في الامور الماليه بخلاف ان هو سبلاير او كاستمر او ديستريبيوتر بس. ايه كمان؟ انكروج، تشجع الناس اللي هم يعملوا بقى ادهيرنس، التزام تو سترونج ايثيكال بيهيفير، تشجع الناس ان هم ايه يلتزموا بسلوك اخلاقي قوي انكوربريت اكشنز في افعالهم او شغلهم في الشركه، ومش بس كده انكوربريت اكشنز وفي البوليسيز اند بابليك كوميونيكيشن وتواصلهم مع العامه. يبقى اذا في الحاله دي حضرتك هتشجع الناس هنا علشان ما يجيش موظف من اداره المشتريات يروح مثلا وهو بيشتري من ايه من مورد ولا حاجه يعمل معاه كوميونيكيشن بشكل خاطئ فيفهم منه ان هو عايز منه كوميشن او عايز منه عموله وهكذا. employees should refuse، الموظفين عندك في الشركه لازم ترفض اي جفت هديه او فيفور خدمه او معروف or hospitality او استضافه that would influence، تؤثر على ايه or would appear، تكون ظاهرا ان هي هت influence their action، يبقى ممنوع الموظف يقبل حاجه ممكن تؤثر او تؤثر بالفعل على الاكشن بتاعه او على شغله في الشركه. لو حضرتك عملت الكام حاجه دول هتقدر تعمل كنترول بنسبه كبيره على موضوع الايه الكونفليكت اوف انترست. تعالوا بقى نرجع لكلامنا ونروح للستيتمنت بتاعتنا اللي هي الاي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس، وهي دي اللي احنا جايين لها النهارده.
في الاول بيقول لك اهو سي ام اي كانديديتس اللي هو مرشحين السي ام اي اللي هو حضراتكم اسينشالي بشكل ضروري شود ميمورايز، لازم تتذكر الاي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس، لازم تتذكر الستيتمنت دي بشكل ضروري جدا اند بي ايبل تو ابلاي اتس بروفيجن، وتكون قادر على تطبيق الاحكام بتاعتها ان ايفالويتنج اند بروبوزنج ريزولوشن، لما حاجه تيجي تقيم او تقترح اي حلول معينه تحل بيها ايثيكال ايشو مشكله اخلاقيه. زي ايه مشكلة اخلاقية مثلا؟ such as fraudulent reporting تزوير التقارير، or manipulating of financial analysis او التلاعب بالتحليل المالي، او تزوير ال financial statement results نتائج القائمة المالية او البادجت التلاعب بالبادجت وهكذا. يبقى اذا دلوقتي حضرتك مطلوب منك تحفظ الستيتمنت دي بالكامل، هو الراجل قالها لك صراحة اهو، حضرتك essentially should memorize لازم تتذكرها كويس، اتفقنا كده؟ تعال نشوف هي سهلة الحفظ ازاي. اول حاجة هي اسمها IMA statement of ethical professional practice، في البداية بيقول لك ميمبرز جميع، خلي بالك الكلام اللي انا هقرأ ده كلام رسمي، الاطار اللي عاملينه حواليها ده مش حاجة كده معمولة كده للشكل الجمالي مش اكتر، لا ده الاطار الرسمي حوالين الستيتمنت الرسمية، الكلام اللي حضرتك بتقرأه دلوقتي ده هو النص الرسمي للقائمة اللي نزلت او الستيتمنت دي اللي نزلت من الاي ام اي، فمحدش مغير في الكلام اللي انت هتقرأه قدامك ده، يعني لو فتحت اكتر من كتاب هتلاقيها بنفس الكلام زي ما هو. تعال شوف القائمة بتقول ايه، ده الكلام الرسمي بتاع المعهد بقى. ميمبرز اوف اي ام اي، عشان كده هتلاقيهم بيستعملوا كلمة شال كتير، يجب ان، ها، members of IMA shall behave ethically، لازم يلتزم ويسلك سلوك اخلاقي، a commitment to ethical professional practice، ويكون في التزام باخلاقيات المهنة وممارسات اخلاقيات المهنة، include overreaching principle، بيشمل على مبادئ شاملة اللي هم الاربع مبادئ بتوعنا، that express our values اللي بتعبر عن قيمنا and standard، وبتشمل على بعض المعايير، اربع معايير طبعا، that guide member conduct اللي هترشد الايه السلوك بتاع حضرتك. ادي البرنسبل اللي هم قال لك الاوفر ريتشنج برنسبل اللي بتكسبريس بتعرض اور فاليوز القيم بتاعتنا اللي هم ايه طبعا اللي هم الامانه والعداله والحياديه وتحمل المسؤوليه، دي القيم بتاعتنا او المبادئ بتاعتنا، اند ستاندردز والمعايير اللي هترشدك بقى عشان تسلك سلوك اخلاقي. في الاول ادي الاربعه برنسبل اهم هيكلمك عنهم كلام صغير قوي ما فيهمش كلام كتير. بيقول لك اي ام ايز اوفر ريتشنج ايثيكال برنسبل، الاربع مبادئ الشامله انكلود ايه بقى؟ اونستي الامانه، فيرنس العداله او الانصاف، اوبجكتيفيتي الحياديه والموضوعيه، وايه بقى؟ والريسبونسبيليتي المسؤوليه او تحمل المسؤوليه. ميمبرز شال اكت ان اكوردنس ويز ذيس برنسبل، الاعضاء يجب ان يشتغلوا او يفعلوا شغلهم اليومي طبقا للايه؟ للبرنسبلز ديت. اند شال انكلود اذر، ويجب ان تشجع وتحس الاخرين ويزن ذير اورجانيزيشن في شركه تو ادهير تو ذم ان هم كمان ايه يلتزموا بيها. خلصنا من البرنسبل، تعال بقى نشوف الستاندرد هي اللي فيها الشغل. كمان بيقول لك اهو اي ام اي ممبرز اعضاء الاي ام اي هاف ريسبونسبيلتي عليهم مسؤوليه تو كومبلاي ان هو لازم يلتزم ويز كومبلاي ويز يلتزم بي اند ابهولد ويدعم الستاندرد اوف ايه بقى المعايير بتاعتنا الاربعه اللي هم كومبتنسي الكفاءه كونفيدنشاليتي السريه انتجريتي النزاهه والاي والكريديبيلتي المصداقيه. وخلي بالك failure to comply لو فشلت ان انت تلتزم بيهم may result in ايه بقى disciplinary action، هيتاخد معاك اجراء عقابي. disciplinary action ده اجراء عقابي ممكن يشطبوا عضويتك من المعهد او اي حاجة، اتفقنا كده؟ تعال بقى نشوف الاربع معايير ونحفظهم بالظبط. اول معيار فيهم هو الايه؟ الكومبتنسي الكفاءة. ايه بقى الكفاءة؟ بيقول لك maintain an appropriate level of professional leadership، لازم يكون عند حضرتك او تحافظ على مستوى مناسب من القيادة المحترفة. And expertise والخبرات by ايه بقى؟ by enhancing knowledge and skill، بان انت تعزز معلوماتك ومهاراتك، فلو سمحت خلي كفاءتك عالية. عشان كده ما بيسيبكش في الامتحان لما بيطلع عينك، عشان يبقى ضامن ان انت عندك حتة الكومبتنسيز. ايه تاني؟ perform professional duties، تؤدي مهامك او الواجبات بتاعتك in accordance طبقا للrelevant laws القوانين والregulation التشريعات والtechnical standard والمعايير الفنية في شغلتك. ايه كمان؟ provide decision support information، تمدهم بمعلومات تدعم اتخاذ القرار and recommendations، وتديهم توصيات ذات ار ايه بقى توصياتك ومعلوماتك دي تكون ايه بقى؟ ها accurate دقيقة clear واضحة concise موجزة and timely، timely يعني تقدم في الوقت المناسب. recognize and help manage risk، وده كمان هيساعد ان انت ايه تدير المخاطر في الشركة.
يبقى اذا لو خدت بالك المعيار بتاع الكومبتنسي كلهم بيتكلم عن شخص حضرتك في مهاراتك اللي انت اتعلمتها والمعلومات اللي عندك وقدرتك على اداء شغلك وقدرتك على تقديم معلومات للاداره مفيده. شفت الموضوع سهل ازاي؟ تعال بقى نروح للمعيار الثاني كونفيدنشاليتي. ايه هو؟ السريه. مبدئيا كده اول حاجه حضرتك تعمل ايه؟ تحافظ على سريه البيانات اللي عندك وما تديهاش لحد الا الناس اللي المفروض تشوفها بس، ولو طلب منك المعلومات دي تبلغها للناس وتقول لهم خلي بالكم المعلومات دي سريه وتراقبهم وهم بيلتزموا بالايه؟ بالسريه. طيب وايه كمان؟ تمتنع ان حضرتك تستعمل المعلومات السريه دي في انك تحصل على ايه؟ ربح شخصي. اتفقنا؟ بس ادي السريه. تعالى شوف confidentiality اهي السريه. keep information confidential، تخلي المعلومات اللي عندك سريه طبعا except فيما عدا لما يكون الديسكلوجر او الافصاح بتاعها is authorized، سواء or ايه بقى legally required، يا اما انت معاك authorized خلاص مصرح لك ان انت تفصح عن المعلومات، او قانونا مطلوب منك في تحقيق معين ولا حاجه ان انت تقول المعلومات دي، في الحاله دي تقولها عادي. ايه تاني؟ inform all relevant parties، تبلغ كل الاطراف ذات صله regarding ايه بقى؟ appropriate use of confidential information، فتبلغهم تقول لهم يستخدموا المعلومات السريه دي استخدام مناسب، ما يفرطوش فيها او ما يعرفوش لحد، ومش بس كده monitor تراقبهم to ensure compliance عشان تراقب ان هم ملتزمين بالسريه دي. مش تروح تقول لحد معلومه وتسيبه مع نفسه تقول لك هو هيبلغها، لا ما ينفعش، لازم تعرفه ان الحاجه دي سريه وانه ما يقولش وتراقبه كمان. ايه كمان؟ refrain from، تمتنع عن ايه بقى؟ using the confidential information for ايه بقى؟ for unethical، في حاجة اخلاقية or illegal او في حاجة قانونية تعمل لك advantage او ميزة. بعد كده الستاندرد الثالث اللي هو الانتجريتي، النزاهة. تعال بقى شوف ازاي حضرتك تكون نزيه وتكون ايه، مش بتعمل ابتزاز ولا بتعمل حاجات اخلاقية غير اخلاقية او كده. فبيقول لك mitigate actual conflict of interest، ان حضرتك تخفف على قد ما تقدر ال conflict of interest ال actual ده. احنا قلنا ال actual بنعمله mitigation وال apparent بنعمله ايه؟ avoid. اتفقنا كده؟ طيب يبقى اذا انا فهمت دلوقتي ان احد اشكال النزاهه هو الامتناع عن ان انت تاخد فلوس من حد او رشاوي او الى اخره، وتكون راجل نزيه كده ما بياخدش رشوه، ما بياخدش اي دفعات من تحت الحساب عشان خاطر يمشي الشغل، ما لكش مصالح عند حد وهكذا. فحضرتك هيكلمك هنا عن ال conflict of interest، يقول لك ببساطه ميتيجيت، تحاول تخفف على قد ما تقدر من الاكتوال كونفليكت اوف انترست. ريجولري عاده كوميونيكيت ويز بزنس اسوشيتس، تبلغ وتتواصل مع الاسوشيتس او الزملاء البزنس عندك او الناس اللي شغاله معاك في البزنس تو افويد علشان يتجنبوا الابيرنت كونفليكت اوف انترست. ادفايز اول بارتيز، وتنصح الاطراف كلها اوف اني بوتنشال كونفليكت، لو في اي كونفليكت محتمل تنصح الناس كلها لاي بوتنشال كونفليكت اوف انترست. يبقى اول حاجه من النزاهه انك تمتنع عن موضوع الكونفليكت اوف انترست. تاني حاجه ريفرين فروم ايجنج انجيجنج، تمتنع عن التداخل او الارتباط في اي كوندكت اي سلوك ذات وود بريديوس، بيعمل ايه بقى؟ من شانه ان يضر بكارنج او ديوتيز، يضر بايه؟ بتنفيذ الواجبات بتاعتك بشكل ايثيكلي اخلاقي. اي حاجه هتتم طبعا ده كلام عام بقى، يعني مفيش تزوير مفيش رشاوي مفيش الكلام ده كله. أبستين، يمتنع عن engaging in، إن هو يرتبط أو يدخل or supporting أو يدعم أي activity that might discredit، discredit يعني يشوه البروفيشن أو المهنة بتاعته. فحضرتك تمتنع عن إن أنت تدخل أو تعمل support أو تدعم أي نشاط بيشوه مهنة المانجمنت أكاونتنت. كمان contribute، تساهم to positive ethical culture، ان يكون في ثقافة اخلاقية ايجابية، لازم انت تساهم في نشر الثقافة الاخلاقية الايجابية دي. and bless integrity، وتضع النزاهة of the provision above، اعلى من او فوق ال personal interest، فوق منافعك الشخصية. فدايما خلي ال integrity of the profession، نزاهة المهنة، فوق كل المنافع الشخصية عندك. خلاص عرفنا كده ان حضرتك بقيت نزيه، عندك انتجريتي. ايه تاني؟ كريديبيليتي، المصداقيه. والمصداقيه هنا بقى تقصد بيها ايه؟ ان حضرتك تكون صادق في كلامك، معلومه طبعا مش كلامك، كلامك معلومات اللي طالع منك، الريبورتس اللي طالع منك، الفاينانشال اناليسز اللي بتعمله، ما يكونش فيه اخطاء، ما يكونش فيه حاجات مضلله. تعال نشوف communicate information، تتواصل او توصل المعلومات بشكل fairly، عادل and objectively، ومحايد. واهم حاجه هنا من وجهه نظري الشخصيه حته objectively اللي هي المحايد دي. ليه بقى؟
حضرتك لو انت مدير في شركة مثلا وطلب منك ريبورت عن الانتاجية او ادارة الانتاج او الاوفر تايم اللي بيتم في ادارة الانتاج وهكذا، وحضرتك شايل بشكل شخصي شايل في نفسك كده او متضايق من مدير الانتاج، فلازم وانت بتعرض الريبورت يكون عندك اوبجكتيفيتي، حيادية، مش عشان انا متضايق منه او متخانق معاه او اي سبب من الاسباب دي ان انا اعمل ايه، وانا بقدم الريبورت اكون منحاز ضده واقدم معلومات تدينه. يا اخي حتى لو المعلومات اللي هتقدمها معلومات صحيحة، ولكن اللغة اللي هتقدم بيها ممكن تكون لغة منحازة. فعشان كده فاكرين في الجزئية بتاعت الفيجواليزيشن او العرض المرئي للمعلومات اللي انت بتعمله، بيقولك دايما حاول تلتزم بلغة محايدة. طيب ايه كمان في الكريديبيليتي؟ بروفايد اول ريليفنت انفورميشن، تمدهم بكل المعلومات ذات صله ذات كود ريزونبلي بي اكسبكتد، اللي من المتوقع بشكل معقول ان هي تؤثر انفلونس ان ايه بقى ان انتنتد يوزر اندرستاندينج اوف ذا ريبورت. تمدهم بالمعلومات اللي هتؤثر في الانتنتد يوزر او اليوزر المقصود ده، تؤثر في اندرستاندينج اوف ذا ريبورت، في فهمه للريبورتات. فما تجيش حضرتك زي الناس اللي بتعمل يقول لك بس انت اديله الريبورت كده وسيبه يعيش وهو مش هيفهم حاجه، هو يرجع ويسالنا اديله دي بس كده ما ليش اكتر من كده سيبه هو. لا، ليه تعمل كده؟ ادي معلومات تخلي اللي هيقرا الريبورت ما يسالش تاني وراك، سواء بقى كان ريبورت او اناليسز او حتى ريكومنديشن، توصيات. كمان بيقول لك ايه؟ ريبورت اني ديليز، لو في اي تاخير تطلع بيه تقرير فورا، اور ديفيشنسي او عندك اي عجز تطلع بيه تقرير فورا ان انفورميشن. فحضرتك لو عندك اي تاخير او ديفيشنسي في الانفورميشن تبلغ على طول، او حتى عندك عجز او ديفيشنسي في التايم لاينز، في الفتره الزمنيه المفروض تعمل فيها كلوزنج مثلا، او في البروسيسنج، او حتى في الانترنال كنترول، ان كونفورمانس وذ اورجانيزيشن، طبقا لايه بقى؟ البوليسي الخاصه بالاورجانيزيشن او الابليكابل لو. فلو عندك اي حاجه تتعارض مع الكلام ده ريبورت فورا وبلغ بيها. ايه كمان؟ كوميونيكيت بروفيشنال ليميتيشنز، لو حضرتك بقى قابلتك بعض الليميتيشنز او اذر كونسترين، بعض القيود او العقبات اللي بتعوقك من اتمام البروفيشنالز اسكس او الديوتيز بتاعتك بشكل كويس، فحضرتك كوميونيكيت الكلام ده فورا. ليه؟ لان الليميتيشنز، القيود او الكونسترين، العقبات ذات وود بريكلود، بتمنعك من ايه بقى؟ من ان انت تؤدي ريسبونسبل جادجمنت، ان انت تعمل ايه الجادجمنت او الحكم الشخصي بتاعك، اور سكسفول بيرفورمانس اوف ان اكتيفيتي. لو الحاجات دي كلها هتقيدك او تمنعك عن اتمام البرفورمانس بتاعك لاي اكتيفيتي بتاعك بشكل سكسفولي، فتبلغ فورا ان حضرتك عليك ليميتيشن او قيود او عقبات معينه. كده حضرتك عندك ايه؟ مصداقيه. خلي بالك هم دول الاربعه برنسبلز اللي المفروض نفهمهم كويس قوي، بيجوا كتير جدا في الام سي كيوز. اتفقنا؟ خلي بالك بارت الاسكس عليه 15%، يعني ما بيهزرش في الحته دي، وانا بكلمك اهو وبقول لك الصفحتين اللي احنا فيهم دول اتليست على الاقل هيجي لك اربع خمس اسئله عليهم، وممكن يجي لك واحد في الاسي كمان. وعارف بقى مين اللي هيجي لك في سؤال الاسي كويستشنز؟ هو ابن الذين اللي جاي ده، ريزولفنج ايثيكال ايشو، يجيب لك في الكيس اللي في او القطعه اللي هتقراها في السؤال الاسي، يجيب لك مشكله اخلاقيه ويبدا يسالك، يقول لك ايه المشكله الاخلاقيه اللي موجوده، وايه الريكومنديشن، ايه توصياتك عشان الراجل اللي في المشكله دي يحل لها. فده اللي هنتعلمه هنا في الجزئيه دي. تعال كده نشوف. خلي بالك انا كل ده بقرا الكلام الرسمي في الستيتمنت. ها بيقول لك اهو، ان ابلاينج ذا ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس، عند تطبيق الستيتمنت دي، ذا ممبر العضو اللي عندنا في الاي ام اي وهو بيطبق الكلام الجميل الحلو ده، مي انكاونتر، ممكن يواجه ايه بقى؟ ان ايثيكال ايشوز، بعض المشاكل اللا اخلاقيه او السلوك اللا اخلاقي. يعمل ايه بقى؟ In this situation، في الموقف ده، the member should not ignore them، ما تتجاهلش الموقف اللا أخلاقي ده، ما تعملش نفسك مش شايف، but rather، ولكن بدلا من كده، should actively seek resolution، لازم حضرتك تتطلع وتسعى للresolution of the issue، لحل المشكلة دي. And determining which step to follow، وان حضرتك بقى عشان تحدد ايه الخطوات اللي هتمشي عليها، فذا ممبر شود كونسيدر، لازم ياخد في اعتباره all risk involved، جميع المخاطر اللي هيقابلها في حل المشكله دي. And user protection exists، وهل عنده حمايه متواجده against the retaliation او ضد الانتقام. فلازم حضرتك قبل ما تشوف هتعمل ايه، لازم الاول تشوف المخاطر، هل عندي حماية هتحميني ضد الانتقام من الناس اللي هتنتقم مني اللي انا هبلغ عنهم دول. فكل خلي بالك ده كلام رسمي، انا ما بقولش كلام من دماغي، لازم قبل ما تاخد اي خطوات تراجع المخاطر وتراجع عندك حماية ولا لا. طيب تعال بقى نشوف،
وين فيس ويز ان ايثيكال ايشو، لو واجهتك مشكله لا اخلاقيه فايه بقى؟ ذا ممبر شود فولو ذا استابليشد بوليسي اوف هيز اور هير اورجانيزيشن، لازم حضرتك تتبع السياسات الصادره من المؤسسه بتاعتك بس، انكلودنج بقى يوز اوف ان انيمز ريبورتنج سيستم اف افيلبل، بما فيها لو حضرتك عندك نظام ريبورتنج سيستم مجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني تقدم شكوى مجهوله. لو عندكم في الشركه نظام الشكاوى المجهوله ده فحلو جدا، اللي هو انت تقدم شكوى وما تعرفش جايه من مين. فيبقى اذا مبدئيا كده حضرتك الحل الاولاني اتبع القواعد بتاعت الشركه بس، ولو عندك نظام ريبورتات مجهول محدش يعرف انت مين امشي عليه. طب لو مفيش، قالك if the organization does not have an established policies، لو الشركة ما عندهاش السياسات ديت، في الحالة ديت the member should consider، لازم ياخد في اعتباره the following course of actions. شايف بقى الاكشن الجميل ده لازم تمشي عليه. تعال بقى نشوف. اول حاجة the resolution process، عملية حل المشكلة دي should include a discussion with the member's immediate supervisor، لازم حضرتك تعمل مناقشة مع ال immediate supervisor، مع المشرف او رئيسك المباشر اللي هو ال immediate supervisor بتاعك، المشرف بتاعك على طول. طب if the supervisor appears to be involved، لو ظاهر كده عندك ان هو ده كمان داخل في المشكلة وملطوط فيها، تعمل ايه؟ the issue could be presented to the next level of management، تطلع على الليفل الاعلى من المانجمنت. طيب ايه تاني؟ IMA offers، معهد الـ IMA بيعرض لك an anonymous helpline، خط ساخن للمساعدة، اتكلمنا عنه من شوية، مجهول مش هنسألك انت مين. that the member may call، ممكن يطلبوا الممبر يتصل بيه to request، عشان يسألهم how key element of IMA statement of physical professional practice، ايه هي العناصر الرئيسية من الستيتمنت بتاعتنا دي could be applied to the ethical issue. خلي بالك هو مش هيروح يحل المشكلة بالنيابة عنك، ده انت هتتصل بيه تقول له لو سمحت المشكلة كذا 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 كذا، بترجع لأني واحد من الاربعه ستاندرد دول، فهو هيرشدك تبقى للستيتمنت دي ويقول لك انهي جزء في الستيتمنت دي هو اللي ابلايد يتطبق للايثيكال ايشو دي. هل دي مشكله كريديبيليتي ولا مشكله انتجريتي ولا مشكله بقى كونفيدنشاليتي ولا ايه بالظبط، هو هيقول لك. بعد كده the member should consider consulting his or her own attorney، لازم حضرتك تستشير المحامي بتاعك to learn off، عشان تعرف لو في اي legal obligation، لو عليك اي التزام قانوني، ليك اي rights او حقوق قانونية، and risks، لو في اي مخاطر concerning the issue، فلازم حضرتك تستشير المحامي بتاعك. if resolution efforts are not successful، ولو مجهوداتك في حل المشكلة دي ما نفعتش، سيب الشركة وامشي على طول. اهو بيقول لك the member may wish to ايه بقى consider disassociating، ينفصل عن الايه from the organization، فلو محاولاتك الحل دي ما جابتش نتيجة انفصل عن الشركة فورا. اتفقنا؟ دي بقى نصيحة من مستر جلاين بينصحك بيها بقى ان انت ايه تتعامل ازاي مع المشكلة دي لما تجيلك في الامتحان. شوف بقى CMA candidates، حضرتك كمرشح لل CMA should be able to apply the provisions of IMA statement of physical professional practice، لازم حضرتك تكون قادر على تطبيق الشروط والأحكام بتاعت الـ statement دي in recommending، وانت بتوصي أو بتدي توصيات ايه بقى لـ course of action ينفذه الـ management accountant to follow، ويتبعه when confronted، لما يواجه أي ايه بقى أي unethical dilemma، أي مشكلة أخلاقية in the business environment. حلو، يبقى اذا حضرتك مطلوب منك ان انت ازاي تفهم دي الستيتمنت دي كويس قوي عشان تطلع منها ريكومنديشن او توصيات توصي بيها باكشن معين ينفذه المانجمنت اكاونتنت لما تواجهه الايه الايثيكال ديلاما او المشكله الاخلاقيه دي. وبالتالي ميمورايزنج، ان انت تتذكر ريسولفنج ايثيكال ايشو سيكشن، اللي هو السيكشن ده ريسولفنج ايثيكال سيكشن، فحضرتك ده لازم تتذكره كويس جدا كسكشن اوف ستيتمنت اوف ذا ستيتمنت بقى، ويل انيبل، هيمكن الكانديديتس اللي هو حضرتك تو انسر كويستشنز، انك تجاوب الاسئله اوف ذيس نيتشر اللي دي طبيعتها. اتفقنا كده؟ ملخص يا جماعه السب يونت دي كلها ازاي يبقى في اسكس للمانجمنت اكاونتنت. الاسكس دي هنجيبها منين؟ من الاي ام اي ستيتمنت اوف فيزيكال بروفيشنال براكتس. الستيتمنت دي فيها اربعه برنسبل واربعه ستاندرد. الاربعه برنسبل سهلين جدا ما فيهمش حاجه، هم اربع كلمات تقريبا اللي هم قال لك عليهم في الاول، اللي هم الايه؟ راحوا فين؟ ايوه الاونستي الفيرنس الاوبجكتيفيتي والريسبونسبيلتي.
اما بقى الاربعه ستاندرد او الاربع معايير هم اللي فيهم الشغل بقى، اللي هم ايه؟ الكومبتنسي الكفاءه، كونفيدنشاليتي السريه، انتجريتي الكريديبيليتي. كومبتنسي حضرتك تتمتع بكفاءه عاليه جدا في تنفيذ مهنتك، كونفيدنشاليتي حضرتك تلتزم بسريه المعلومات ولو بلغتها لحد تعرفه ان هي سريه، انتجريتي مفيش كونفليكت اوف انترست، مفيش بريبري، مفيش فرود، مفيش تزوير، مفيش رشاوي، خلي عندك نزاهه كده في شغلتك. ايه تاني؟ كريديبيليتي، مصداقيه، قابلتك اي مشكله تعبر عنها بمصداقيه وشفافيه، عندك اي قيود بتمنعك من تنفيذ مهنتك تبلغ فورا. اتفقنا؟ ما عملتش الاربع حاجات دول ودخلت في مشاكل لا اخلاقيه هتتعرض لديسبرولي اكشن او لاجراء عقابي. انا مش عارف ايه هو الاجراء العقابي، بس على الاقل ممكن يشطب عضويتك من المعهد بعد ما كنت تعبت واخدت سي ام اي. اتفقنا يا جماعه؟ دي القصة بتاعت الصاب يونت بتاعتنا النهاردة، أتمنى تكون كانت بسيطة ولذيذة وممكن حضرتك تكون استفدت منها بشكل شخصي لحياتك الشخصية كمان إلى جانب حياتك العملية. أشوفكم على خير المحاضرة اللي جاية ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.